فيهم يتعمدوا ويصيروا مسيحيه ماشي. ولكن احنا ككنيسه ككنيسه روم ارثوذكسيه الكنيسه الوطنيه بالاردن ترفض قبول اي شاب او بنت من الاسلام وتنضمهم للمسيحيه، لانه احنا هون في نظام التعايش في الاسلام المسيحي. بحسب إحصاءات دائرة قاضي القضاة، فإن عدد الأفراد الذين اعتنقوا الإسلام خلال الأعوام 97 حتى 2006 بلغ 3451 فردا من ذكور وإناث، والذين تقدموا في العام 2006 وسجلت لهم حجاج الإسلام بلغوا 488، وفي عام 2005 كان عددهم 454 فردا، وفي عام 2004 كان عددهم 396 فردا، وفي عام 2003 كان عددهم 319 فردا. احنا ما بنسيء ولا بنعمل اشي عاطل، بالعكس احنا التجأنا للدين والتجأنا لرب العالمين. تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية وصف الحريات الدينية في الأردن بالمتدهورة إلى جانب عدة دول عربية وإسلامية. في الأردن حرية الأديان تراجعت حسب التقرير راصدا بالفترة التي غطاها من تموز 2007 حتى تموز 2008 أحداث ساهمت سلبا في تدهور الحريات الدينية، منها كيف تعاطت الحكومة مع حالات الارتداد عن الدين مستندا إلى حادثة طرد 30 مسيحيا أجنبيا يعملون في نشاطات دينية، بالإضافة إلى مضايقات تعرض لها أفراد ومؤسسات بسبب دياناتهم. انتقد التقرير المحاكم الشرعية وسلطتها في مقاضاة المرتدين عن الإسلام والداعين إلى الردة. تحذر الحكومة التحول عن الإسلام أو التحريض على الردة، إلا أن الدستور لا ينص صراحة على حظر الدعوة إلى الردة عن الإسلام، كما أنه بموجب الحكم الشرعي المرتدون يفقدون حقوقهم المدنية وممتلكاتهم. أما الحكومة فلا تعترف بانضمامهم إلى دين آخر، ويظل يعاملون كمسلمين في تعاملاتهم المدنية مثل الزواج والطلاق. في المقابل تسمح الحكومة باعتناق الإسلام. جميع المواطنين بما فيهم غير المسلمين خاضعون للقانون الإسلامي فيما يتعلق بالميراث. الأبناء القصر لمواطن اعتنق الإسلام يعتبرون مسلمين، أما الأبناء البالغين لمسيحي اعتنق الإسلام فيحرمون من ميراث أبيهم ما لم يعتنقوا الإسلام. يا ريت أنا يتقبل أمامي ما سوت هي إشي غلط، بس أسلم حدد مسؤوليات من العشير ما يدخل في كل إشي. أيوة أسأل الحكومة ما تقدر ماما تروح لأنه أكثر أراضيتها في الحكومة وهيك بيشتغلوا فبتمنع أنه تروح بعد حتى ما تلتقف حدا ويصير مشاكل لأنه مهدر دمها. بوجه لأخواني الأربعة وبحكي لهم الله يهديك ويصلح حالكم ويتجاوز عنكم، والدم عمره ما بصير مي وإحنا منضل أهل. أنا بحكي لهم ما ضيعوا عمركم بموال مثل هيك العشير حق وتاج، ما بداية يكون الحكم لسه بعقلية متخلفة ورجعية، انظروا للحياة بأفضل من هيك. Allah
نعم. ويجب أن يطبق، وهذا يجب أن يبدأ بتثبيته في الدساتير وفي القوانين. نعم. لكن ذلك لا يعني بأن الطريق تصبح معبدة وسهلة أمام التطبيق في حال يعني اعترف بهذا الحق في النصوص القانونية. نعم. المسألة هي مرتبطة بمدى إيماننا بمفهوم الحرية، بمدى يعني تطورنا الفكري والاجتماعي والسياسي. نعم. ومرتبط أساسا بقدرتنا على تمثل الحقوق والحريات، وقبل ذلك وبعده الديمقراطية، هذا المبدأ الذي يثبت يوما بعد يوم أنه هو الطريق لتطوير المجتمعات على كافة المستويات. إيماننا كمجتمع وكأفراد وكدولة بتطبيق الحقيقي للأخذ بالرأي والرأي الآخر، أو سماع الرأي والرأي الآخر ومناقشته، وأخذ ما يمكن أن يتم التفاهم والتوافق عليه. هذا هو في لب جوهر الموضوع. ولكن قبل أن أستطرد، يعني أود في الحقيقة أن أوجه تحية إعجاب وتقدير للإخوة من العشائر الذين تكلموا في هذا الريبورتاج. نعم. الذي أيضا أوجه التحية للذين أعدوه، لأنهم فعلا بذلوا جهدا وركزوا على القضايا الأساسية. أخص بالذكر، وليعذرني الآخرين إذا نسيت أسماءهم، أخص بالذكر السيد أو فواز العيطان. نعم. وحقيقة إذا كانت هذه هي العقلية والروحية السائدة تكون متعلقة بشرف، أو خلينا يعني نعود بها إلى عادات وتقاليد وليس في الدين. نعم. ما يلاحقونه من حالات خلينا نقول اعتنق الدين آخر. يا سيدي، ما احنا نلجأ الآن إلى الحرية الدينية. يعني إنسان ولد على فطرة أو ولد على دين معين، العادات والتقاليد تحكم المجتمع. يعني احنا مثلا نحتكم هل يحتكم الإنسان إلى العادات والتقاليد ويعتبرها أمر مسلم؟ يا سيدي، ما زلنا في المجتمع الأردني نحتكم إلى العادات والتقاليد حتى لو كان في أعلى المستويات الثقافية. أعتقد أنها أمر إيجابي أم سلبي صالح هذه المسألة؟ لا، أنا برأيي سلبي. سلبي لأن العادات والتقاليد مش في كل شيء. يعني أنا قلت لك في بداية حديثي إن إحنا نتغنى بالحريات العامة. نعم. هل أنت ما حقق تغيير الدين صالح كمواطن؟ أنا رأيي خطأ، لأنه إحنا المجتمع الأردني مجتمع متعايش. إذن يعني عفوا بس شوي أكمل الفكرة. أفضل. إحنا نختلف عن مجتمعات أخرى في الدول العربية. يعني أنت ما مثلا يعني شوف الفرق ما بين الأردن ولبنان. إحنا متوازن، عندنا ديانتين، الديانة الإسلامية والمسيحية، في تعايش مشترك. إذا صار تغيير ديانة بشكل كبير جدا ممكن يخلق عدم توازن في بنية المجتمع الأردني أو تركيبة المجتمع. نعم. الأردني صالح، يعني ولكن إن رأيت شخص يعني قال أنا من حقي أن أغير ديني، هذا حقي وأنا فرد وليس لي، يعني لا أريد أن تكون هناك يعني جهات مسؤولة عني، أنا من حقي أن أغير ديني بما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، هكذا يقول لك، فأنت ماذا ستجيب؟ يا سيدي أنا أحترم رأيه، هو حر، ولكن القانون الدولي اللي بيكفل حقوق الإنسان هل هذا مطبق في الأردن؟ يعني عفوا، يعني عندنا مثلا احنا إدارة حماية الأسرة في جهاز الأمن العام.